بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم طلاب الصف الثالث الثانوي مع حل أول فيديو من فيديوهات المصادر. نبدأ إن شاء الله من كتابنا كتاب البرهان صفحة 94 مع الوحدة الثانية المشتقات والمصادر. قال بيقول يقدم الضيوف على بيوت الكرماء. حدد مصدر فعل الجملة من بين البدائل التالية. طبعا الفعل يقدم المضارع، الماضي بتاعه قادم ثلاثي، فيكون المصدر بتاعه قدوما، يبقى هنا ما ينفعش لا تقدم ولا ينفع اقدام ولا تقديم، فهناخد رقم ألف قدوما. رقم اثنين يقدم المعلم لطلاب العلم النافع. المصدر فعل الجملة من بين البدائل التالية. طبعا يقدم فعله قدم، ده فعل كده ثلاثي مزيد بحرف، يعني اربع حروف، فيبقى المصدر بتاعه قدم. طبعا المصدر الرباعي فعل، المصدر بتاعه تفعيل او تفعله، يبقى انا بناخد قدم، لا ينفع تقدم، دي طبعا تقدم الفعل بتاعها تقدم تقدم. اقدام الفعل بتاعها اقدم. قدوم ده مصدر الفعل بتاعه طبعا قدما، يبقى احنا بناخد تقديما الفعل بتاعها قدما. ثلاثة يقدم الناس على طلب العلم. حدد مصدر فعل الجملة من بين البدائل التالية. طبعا يقدم الفعل بتاعه الماضي بتاعه قدما، فانا نجيب المصدر بتاعه اقداما، لكن لو قدما هنقول تقديما، قدم قدوما، تقدم تقدما، لكن هنا طبعا بناخد جيم اقداما. أربعة المحاولات المستمرة والصراعات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار. حدد المصدر المختلف. طبعا المحاولات مفردها المحاولة، وهي طبعا مصدر لفعل رباعي، يبقى محاولة مصدر لفعل رباعي. صارع صراع ومصارعة مصدر لفعل رباعي، صراع رباعي، زعزع زعزعة رباعي، يبقى المختلف عندي استقرار، ده مصدر لفعل سداسي، يبقى ده الايه المختلف. يبقى رقم أربعة خدنا دال الاستقرار. رقم خمسة أفنى المعلم حياته في خدمة اللغة العربية، أي الأوزان الآتية يأتي عليها مصدر الفعل أفنى. طبعا افنى ده مصدر ده فعل ايه ماضي رباعي، يبقى المصدر بتاعه افنى على وزن افعال، يبقى احنا بناخده برقم جيم افعال. ما ينفعش طبعا مفعله، مفعله مع الفعل الرباعي زي مثلا قاتل قتال ومقاتله، تفعيله زي فعل زي كرم تكريم وتكرمه، طبعا هنقول رد طرديه. يبقى خدنا رقم ايه رقم جيم. ستة سوء الظن ورطة وحسن الظن عصمة. حدد مما يلي نوع المصدر حسن. طبعا حسن حسنا حسن، ده مصدر لفعل ثلاثي، مصدر لفعل ثلاثي، والمصادر الثلاثية مصادر سماعية، يبقى أنا عندي المصدر الثلاثي سماعي، أما المصدر الرباعي والخماسي والسداسي فهي مصادر قياسية. طبعا العمل المتواصل بلا تواني محقق النجاح. حد مما يلي نوع المصدر تواني، طبعا هنا توان، ده طبعا هي تواني المصدر لفعل ايه لفعل خماسي زي تفانى، عندما يأتي مجرورا نكرة ومجرور يحذف حرف العلة ويعوض عنه بالتنوين، فيبقى انا نقول توان مصدر لفعل خماسي. خدنا رقم جيم. ثمانية التدريب المتواصل يحقق النجاح بكل سهولة واطمئنان. حدد نوع المصدر سهولة. طبعا سهولة سهولة مصدر ثلاثي، يعني مصدر سماعي. طبعا هو جايب لي سماعي فجايب لي ثلاثي، يبقى احنا خدنا مصدر ثلاثي، يبقى احنا كده خدنا مصدر ثلاثي. 8 خدنا رقم جيم. خير الاوقات
يقضيها الإنسان في صحبة الكتاب. حدد مما يلي نوع كلمة صحبة. صحبة صحبة ده هنقول عليه مصدر سماعي لأنه ثلاثي، يبقى أنا هنقول مصدر سماعي، مفيش آلة طبعا، اسم آلة ولا اسم تفضيل ولا اسم فاعل. رقم 10 سر وطريق القراءة حرصا على النبوغ والتفوق. كم عدد المصادر في الجملة السابقة؟ طبعا تعال نقول سر ده فعل أمر، طريق طبعا القراءة أدي مصدر، قرأ قراءة مصدر ثلاثي، حرصا مصدر ثلاثي، نبغ نبوغ مصدر ثلاثي، تفوق تفوق مصدر رباعي مصدر خماسي. يبقى أنا كده عندي أربعة مصادر. يبقى احنا رقم 10 خدنا رقم دال أربعة مصادر. 11 كم من أمة كافحت فتلافت تخلف الماضي. حدد المصدر الوارد في الجملة السابقة. طبعا كافحة ده فعل ماضي رباعي، تلافى فعل ماضي فعل ماضي ماضي خماسي، تخلف طبعا تخلف تخلف، طبعا كافحة ده فعل وتلاقت فعل، الماضي ده اسم، احنا عايزين المصدر، يبقى تخلف تخلف هنقول عليه مصدر لفعل خماسي. طالما بادي بالتاء يبقى مصدر لفعل خماسي، بادي بالتاء واللي قبل الاخير مضموم يبقى مصدر لفعل خماسي. 12 يهتم بعض العلماء بالتاريخ للادب في عصوره السالفه. من هو المصدر؟ تاريخ. طبعا مصدر تاريخ الفعل بتاعه ارخى، ده مصدر ده فعل رباعي مبدوء بالهمزه، فده طبعا هنقول نوع المصدر هنا نوعه رباعي، مصدر لفعل رباعي، يبقى أرخى تاريخ، وطبعا الأصل بتاع أو المادة بتاع التاريخ أرخى، طبعا هي بتسهل إلى تاريخ، يعني حتى هي لو سهلت وما فيش الهمزة يعني كلمة تاريخ نفسها هي مصدر لفعل إيه؟ مصدر لفعل رباعي، بس تاريخ هي تخفيفا من كلمة تاريخ. 13 نسعى لتغير الحياة تغيرا أفضل. حدد ما يلي نوع المصدر تغير. طبعا هل هو ثلاثي ولا رباعي ولا خماسي ولا سماعي؟ طبعا هنا بص تغير زي تقدم، يبقى مصدر لفعل خماسي بادي بالتاء واللي قبل الأخير مفتوح زي تقدم تغير، يبقى هنا إيه؟ تغير تغيرا مصدر لفعل خماسي. أما لو غير يبقى أنا هنقول تغييرا، غير تغييرا، لكن هنا طبعا هو تغير تغير، يبقى احنا كده مصدر لفعل خماسي. 10 ان تنمية الدخل تعني دقة العمل. حدد نوع او حدد ما يلي نوع المصدر تنمية. طبعا نمى تنمية مصدر لفعل رباعي، فاحنا خدنا رقم باء نمى تنمية. قال رقم 15 قال الشاعر يرى الضيم يغشاه فيلتز وقعه كزي جرب يلتز بالحك جلده، أي مما يلي ورد في البيت السابق وليس مصدرا سماعيا. طبعا الضيم سماعي، عندي وقعه وقع وقع سماعي، جرب جرب سماعي، طبعا الورد في البيت وليس مصدرا سماعيا كلمة جلد. رقم دال 16 قال الشاعر أسرج القلب بالتفاؤل تسعد أحسن الظن بالذي سواك. حد النوع المصدرين تفاؤل والظن بالترتيب. طبعا تفاءل تفاؤل ده مصدر لفعل خماسي، وظن ظن ثلاثي، يبقى نرجع نقول خماسي يعني قياسي، يبقى احنا بنبعد جيم ومنبعد دال، تفضل عندي ألف تبطل عندي
ب، يبقى انا هناخد قياسي وسماعي، يبقى احنا خدنا رقم ب 17. بيقول ان بناء الوطن يتطلب الاخلاص في العمل والتفاني فيه، حدد من الجملة مصدرا خماسيا. طبعا بنى بناء ده ثلاثي، عمل عمل ثلاثي، اخلص اخلاص رباعي، يبقى تفانى تفاني مصدر لفعل خماسي. طبعا عشان يجيب المصدر احذف الالف واللام، يتفضل عندك كلمة تفاني تحذف الالف، يبقى تفضل ايه تفاني على وزن ايه تفاعل، يبقى مصدر لفعل ايه لفعل خماسي. 18. قال الشاعر تعلموا فالعلم مفتاح العلا، لم يبق بابا للسعادة مغلقا، حدد المصدر القياسي الصحيح للفعل تعلموا الوارد في البيت السابق، احذف واو الجماعة. اتفضل عندي تعلم، طبعا ده فعل خماسي مبدوء بالتاء، يبقى يضم ما قبل آخره، يبقى أنا هنقول تعلم تعلم. طبعا تعليم الفعل بتاعه علم ده رباعي، علم ده الفعل ثلاثي، تعلم يبقى هنا تعلم، خدنا رقم جيم. يبقى 18 خدنا جيم، تعلم المصدر بتاعها تعلم. 19. قال الشاعر فدع عنك سوءات الأمور فإنها حرام على نفس التقي ارتكابها، ممنوع المصدر ارتكابها الوارد في البيت السابق. طبعا ارتكب، طبعا ارتكاب ده مصدر لما نحذف منه الألف، يبقى ارتكب، يبقى ارتكب على وزن افتعل مصدر لفعل خماسي، مصدر لفعل خماسي. رقم 20. استبق إلى الخيرات واستبق جهدك، عندي هنا حدد التكملة الصحيحة للفراغين، استبق إلى الخيرات استباق، يبقى استبق استباق، استبق استباق. طبعا هنبعد استبقاء ونبعد استبقاء، تفضل عندي استباقا واستباق، بعد كده استبقي استبقاء استبقاء، يبقى استبق الى الخير هنقول استباقا او استباق واستبقاء، واستبقي استبقاء، يبقى انا هنقول هناخد رقم جيم، استبق الى الخيرات يبقى انا هناخد رقم، عشان الايه عشان هتكون هي مفعول مطلق، يبقى استبق الى الخيرات استباقا استباقا. خدنا رقم الف 20، هناخد الف لان كلمة استباقا هتبقى استبق استباقا، هنا طبعا دي هتكون مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ايه واستبقي جهدك استبقاء، طبعا هنا المصدر اللي هو مختوم بهمزة وقبلها ألف، هنا ما بنحطش ايه ألف التنوين، لأن احنا بنحط الفتحتين على الايه على الهمزة. يبقى احنا رقم 20 خدنا رقم ألف. 20. كثرة الاستماع للشعر مفيد للأديب، حدد مالي نوع المصدر الاستماع. طبعا خلي بالك كثير من الدارسين يقول ان الفعل استمع مزيد بالالف والسين والتاء، ولكن وزن استمع افتعل، فهو مصدر لفعل خماسي وليس سداسيا، يبقى عندي استمع، عندي استبق، عندي استرق، أن أفعال خماسية السين من أصل الكلمة، فيبقى مصادر خماسية، يبقى احنا 21 خدنا رقم باء مصدر لفعل خماسي، طبعا وزنه افتعال. 20. حدد مما يلي الجملة التي تحتوي على مصدر قياسي،
العلم خير من المال. العلم مصدر ثلاثي يعني سماعي. الجهل يهدم الأمم سماعي يعني ثلاثي، أو ثلاثي يعني سماعي. زرع زراعة تقوي الاقتصاد. الصبر برضو سماعي يعني ثلاثي، أو ثلاثي يعني سماعي. طبعا عندي تقوي الاقتصاد ده الجملة اللي احتوت على مصدر لفعل ايه؟ لفعل قياسي اللي هو اقتصد، اقتصاد مصدر لفعل خماسي، يبقى احنا بناخد رقم جيم دي اللي اشتملت على مصدر قياسي. 20 حدد مما يلي الجملة التي تحتوي على مصدر سماعي. احذر التقليد، قلد تقليد مصدر رباعي يعني قياسي. الزم التعاون، تعاون والتفرق خماسي يعني قياسي. السعادة، وعندك السعادة ديت سماعي. التفاؤل قياسي، يبقى احنا بناخد 23 خدنا رقم جيم. 20 ميز ما يلي الجملة التي تشتمل على مصدر سماعي. مصدر سماعي يعني ثلاثي. مخاصمة ده مصدر رباعي قياسي. مخاصمة مصدر رباعي يبقى قياسي. عندك محاورة رباعي يعني قياسي. ترويج رباعي يعني قياسي. يبقى انت فاضل عندك الصدق ده مصدر ايه؟ سماعي. يبقى احنا خدنا رقم باء ده المصدر الايه؟ المصدر السماعي. كمان مرة، المصدر السماعي هو المصدر الثلاثي، المصدر القياسي هو المصدر الرباعي أو الخماسي أو السداسي. 96 السؤال رقم 25 نقول عين الجملة التي ورد فيها مصدر لفعل رباعي. عندي الإحسان إلى الجار من الإيمان. الإحسان والإيمان رباعي. حسن الخلق دعوة إلى دعوة كل الأديان ده حسن ثلاثي. تحسن خماسي. عندي المحسنين ده اسم فاعل، يبقى احنا عندنا المصدر الرباعي خدنا رقم ألف. يبقى الإحسان إلى الجار من الإيمان، وإحسان وإيمان على وزن إفعال، أفعال إفعال. رقم 26 أي الجمل الآتية ورد فيها مصدر الفعل قدم. طبعا قدم مصدر ده فعل رباعي على وزن فعل، يأتي مصدره على وزن تفعيل زي كرم تكريم، حسن تحسين، جمل تجميل. لكل شيء مقدمة لتعريف للتعريف به. لكل شيء مقدمة، طبعا مقدمة ده اسم فاعل. أحرز المتسابق تقدما مصدر خماسي. يبدأ العمل بتقديم ده رباعي تقديم. يعيش المجتمع في مجتمعات منذ القدم قدم قدم ده ثلاثي. يبقى احنا بناخد رقم جيم ده اللي فيها قدم تقديم. قال الشاعر في حق الصديق لا كالذي يدعي ودا وباطنه بجمر أحقاده تغلي مراجله. حدد المصدر الصريح ونوعه في البيت السابق. عندي المصدر الصريح هنا طبعا يدعي ود، هنا طبعا يدعي ود، وود معناها محبة، وهي طبعا مصدر لفعل ايه؟ ثلاثي ود ود. يبقى ده المصدر الصريح. اي ده فعل، جمر ده اسم، مراجل مفردة مرجل، ممكن نقول عليه اسم ايه؟ اسم آلة. يبقى احنا عندنا رقم باء. 28 قال الشاعر فلا تغررك خلة من خلة من. رقم 28 قال الشاعر فلا تغررك خلة من تؤاخي، فما لكل عندي، فما لك عند نائبة خليل. حدد المصدر القياس الصحيح ونوع من الفعل تؤاخي.
طبعا تؤاخي الفعل بتاعها آخا، طبعا ده مضارع الماضي بتاعه آخا، ده طبعا مصدر لفعل أو هو فعل رباعي، يبقى المصدر بتاعه إخاء، وطبعا مصدر إيه؟ مصدر رباعي. يبقى احنا بناخد رقم ألف إخاء آخا إخاء، وده مصدر لفعل رباعي. قال الشاعر: ولو كان الكثير يطيب كانت مصاحبة الكثير من الصواب. حدد وزن المصدر مصاحبة وفعله. طبعا مصاحبة على وزن مفاعلة، الفعل بتاعه صاحبة يعني مصدر لفعل رباعي، يبقى انا هنقول مفاعلة وصاحبة، يبقى احنا 29 خدنا رقم د مفاعلة والفعل بتاعها صاحبة. قال الشاعر: وأحسن إلى الأحرار تملك رقابهم، فخير تجارات الكرام اكتسابها. ميز نوع المصدر اكتساب واكتب فعله. طبعا اكتساب على وزن افتعال مصدر لفعل خماسي، مصدر لفعل خماسي والفعل بتاعه اكتسب، يبقى احنا هناخد خماسي وناخد اكتسب. 31 قال الشاعر: يزيد سفاهة فيزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. عندي ميز الوزن الصحيح للمصدر الإحراق ثم اذكر فعله. طبعا الإحراق على وزن الإفعال زي أكرم إكرام، الفعل بتاعه أحرق، يبقى انا هناخد الإفعال وأحرق، خدنا رقم باء. 32 قال الشاعر: عاد الربيع إلى الدنيا بموكبه، فزينت واكتست بالسندس الشجر. ميز المصدر الصريح الصحيح لكل من زينت واكتست. طبعا زين ده مصدر لفعل خماسي، المصدر بتاعه الزيان، واكتسى برضو خماسي، يبقى اكتساء زي اكتفى اكتفاء. طبعا الفعل الخماسي الذي قبل او الاخر حرف عله يقلب حرف العله الى همزه، فانا هناخد رقم د الزيان واكتساء. 30 قال الشاعر: بعد ليل القنوط صبح الرجاء، هكذا امرنا مدى الاجال. حدد من البيت مصدرا صريحا واذكر فعله. طبعا هنا المصدر بعد بعد مش نافع، ولا مدى ولا أجال. طبعا أجال جمع تكسير جمع أجل. طبعا قنط قنوط ده المصدر، ده طبعا مصدر ثلاثي قنط قنوط. 35 قال الشاعر: الظلم أزنى بالرحيل فلن ترى، من ظالم باغ ولا متجبر. نعم كلمة الرحيل في البيت السابق، طبعا رحل رحيل ده مصدر لفعل ثلاثي فهو سماعي، يبقى احنا هناخد رقم جيم. فرحل رحيل ده مصدر ثلاثي يعني سماعي، هناخد مصدر سماعي رقم جيم. ب 35 خدنا رقم جيم. قال الشاعر: كرم تبين في كلامك ماثلا، ويبين عتق الخيل في أصواتها. ميز نوع المصدرين كرم وتبين بالترتيب. طبعا كرم كرم ده مصدر سماعي، يبقى احنا على طول هنطير ب، نطير د، اتفضل عند ألف، اتفضل عند جيم. كرم كرم ده مصدر ثلاثي يعني سماعي، تبين تبين مصدر خماسي يعني قياسي، يبقى احنا هناخد رقم ألف سماعي وقياسي. 30 قال الشاعر: ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء. ميز نوع المصدر في كل من التأني والعناء بالترتيب. طبعا تأنى تأني مصدر خماسي يعني سماعي، خماسي يعني قياسي،
فطبعا مفيش قياس كاتب له خماسي، يبقى احنا بنطير الف نطير ب، اتفضل عندي جيم اتفضل عندي دال، يبقى مصدر خماسي. وبعدين عنا، عنا مصدر لفعل ثلاثي، يبقى احنا بناخد رقم جيم، تأنى، تأني مصدر لفعل خماسي، عنا عنا مصدر لفعل ثلاثي، يبقى احنا خدنا رقم جيم. 38، ما الجملة التي تحتوي على المصدر الصحيح للفعل الرباعي صنع؟ طبعا صنع فعل رباعي، المصدر بتاعه تصنيع على وزن تفعيل، يعني مصدر لفعل رباعي. صناعة ده ثلاثي، اصطناع ده مصدر خماسي، اصطنع اصطناع، عندي التصنع ده خماسي، تصنع تصنع، يبقى احنا بناخد رقم دال. تهتم الدول المتقدمة بتصنيع الحاسبات الآلية. 30، على كل دارس للأدب العربي أن يعرف امرأ القيس وشعره، حول المصدر المؤول إلى مصدر صريح في الجملة السابقة ثم أعرب ما بعده. طبعا هنا المصدر المؤول أن يعرف، اللي طبعا المصدر الصريح بتاعه معرفة، طبعا أنا المصدر بتاع عرف يعرف، يبقى أو عرف معرفة، يبقى احنا بنخدم معرفة وإعرابها على كل دارس للأدب العربي أن يعرف امرؤ القيس وشعره. طبعا هنا مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لماذا أعربت مبتدأ مؤخر؟ تعال نقول على حرف جر مبني لا محل له من الإعراب، كل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، وشبه الجملة خبر دارس مضاف إليه، وشبه للأدب اللام حرف جر والأدب اسم مجرور والعربي نعت مجرور، طبعا وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم، أن يعرف طبعا أن حرف مصدر ونصب، يعرف فعل مضارع منصوب، والمصدر المؤول من أن والفعل المضارع، في محل رفع مبتدأ مؤخر، امرأة طبعا يعرف هو امرأة القيس، امرأة مفعول به والقيس مضاف إليه، وهو حرف جر، شعره شعر اسم مجرور، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. 40، الفرحة المنتظرة لكل مجد مرهونة بخبرته بالامتحانات، حدد من الجملة السابقة مصدرا صريحا وبين نوعه. عندي الفرحة، فرحة ده مصدر ثلاثي، عندي الامتحانات، امتحان مصدر لفعل خماسي، عندي كده ادي الايه، ادي المصادر. عايز اسم فاعل مجد، الفعل بتاعه اجد يجد مجد، عندي اسم مفعول مرهونة، الفعل بتاعها رهنة. اتمنى ان شاء الله تكون استفدت معايا. لو عجبك الفيديو اعجاب وشارك الفيديو مع زملائك، وانتظرنا في القادم ان شاء الله.